أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة لبيان هيئة علماء المسلمين في العراق المستنكر لتصريحات وزير دفاع حكومة مصطفى الكاظمي وقائد عمليات الأنبار المسيئة للمحافظات المنكوبة. وسيكون معنا في هذه التغطية كل من عبر الهاتف الدكتور يحيى الطائي مساعد الأمين العام للشؤون العامة في هيئة علماء المسلمين، وعبر سكايب من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري، وعبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي الأستاذ أحمد الجميلي. فاصل ونعود. أثارت تصريحات وزير الدفاع بحكومة مصطفى الكاظمي جمعة عناد موجة انتقادات واستنكار للاتهامات التي أطلقها ضد المحافظات المنكوبة، فيما أكد ناشطون وصحفيون أن تلك التصريحات بعيدة عن الحقيقة وتأتي ضمن حملة ممنهجة لتبرير تدمير تلك المدن واعتقال أهلها، فيما أطلق مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي وسوما تستنكر تلك التصريحات وتتضامن مع سكان المحافظات الغربية والشمالية. فلنتابع هذا التقرير. 80% من عندهم من المناطق هذه اللي هي المناطق الشمالية والغربية، المحافظات اللي سقطت. يقال إن أسوأ صفات البشر هي الكذب، وليس أسوأ من الكذب سوى محاولة تسويقه. كغيرها من التصريحات، خرجت ادعاءات وزير دفاع حكومة الكاظمي جمعة عناد محملة بتحريض واتهامات لسكان محافظات كاملة، والتهمة الغائبة الحاضرة هي ذاتها الإرهاب. فيتحدث كوزير ينتمي إلى المحافظات المنكوبة بأن أهلها إرهابيون وأن تنظيم الدولة داعش غالبيته العظمى من تلك المناطق. لا يبدو خفيا كم يحاول عناد إثبات ولائه للسلطة في بغداد، فيطعن محافظات مكلومة فاته وغيره ممن يدعي الانتساب إليها واشترك في سفك دمها أن هناك في الموصل وحدها أكثر من 40,000 قتيل كما ذكرت صحيفة الاندبندد البريطانية، فضلا عن دمار طال 80% من جانبها الأيمن بحسب مجلس محافظة نينوى. لحقت الرمادي بالموصل بفاتورة حرب ثقيلة أتت على أكثر من 80% من أحيائها، ناهيك عن بيج المدمرة في صلاح الدين، هذا غير المناطق التي هجر أهلها منها ولم يسمح لهم بالعودة كجرف الصخر في بابل ومناطق في ديالى وصلاح الدين. وهناك أيضا ملف له من سردية المأساة جزء كبير، أناس اختطفتهم الميليشيات فطوي ذكرهم ولم يتحدث أحد عن مصير 1600 شخص من الصقلاوية، ولا عن الذين اختطفوا في سيطرة الرزازة أو جسر بزيبز، ولا عن أولئك المخفيين قسريا وقد تجاوز عددهم 25,000 مدنية. لم يتكفل جمعة عناد بشيطنة المحافظات الغربية وحده، بل رافقه قائد عمليات الأنبار ناصر الغنام المتهم بالفساد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فتوعد بمنع إعادة النازحين بذريعة انتماء أفراد من أسرهم لداعش. لم يراعي جمعة عناد ولا الغنام صلة القربى بتلك المدن، بل أوغلوا في طعنها واجترار تهم تزيد من معاناة أهلها وهم بين فكي كماشة سطوة الميليشيات وإهمال السلطة. فجاءت هذه التصريحات كتنفس لعقل مأزوم يحاول تبرير ما جرى ويجري بأهل المحافظات المنكوبة. الفكرة التي حاول أبواق السلطة زرعها أثبت العراقيون زيفها، فاجتاحت مواقع التواصل وسوم منها الغربية أهلنا استنكارا لتصريحات عناد. هيئة علماء المسلمين في العراق استنكرت التصريحات وصفة إياها بالمستفزة وغير المسؤولة من جهات شاركت بالحرب على تلك المحافظات. سيتحدث التاريخ لا شك عن دماء بريئة أسيلت في الموصل والفلوجة وديالى وصلاح الدين، لم تجد من حكام العراق الجدد حتى كلمة عزاء، بل اتهامات فندتها الوقائع ولا يسقط ذنب مطلقها بالتقادم.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة. نرحب بالضيوف الكرام وأبدأ من الدكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. أهلا بكم دكتور يحيى. بداية، وزير الدفاع في حكومة مصطفى الكاظمي اتهم سكان المحافظات المنكوبة بدعم الإرهاب وتنظيم داعش قبل أن تصدر وزارته بيانا حاولت التنصل وإنكار هذه التهم. ما الهدف من إطلاق مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة السؤال في أكثر من شق. الشق الأول، ما الذي دفعه إلى هذا التصريح؟ الشق الثاني، ما هو الوجه لهذا التصريح؟ وما تبعه من أمور أخرى. فأبدأ ابتداء بما سألت عنه، ما سبب هذا التصريح؟ يعني نحن لو عدنا إلى يومين قبل هذا التصريح نرى أن وزير الداخلية وزير الدفاع قد قام بزيارة إلى نور المالكي، وهو ليس له أي منصب رسمي، وإنما هو رئيس كتلة، بل هو أحد 35 شخصية المسؤولون مسؤولية مباشرة عن ما حصل في الموصل وعن سقوط مدينة الموصل وعن كل الجرائم التي حدثت في الموصل. فهذا يعطيك إشارة واضحة بأن من يتحكم بهذا المشهد بوزير الدفاع ووزير الداخلية وغيره هي القوى الخفية أو حكومة الظل، يعني بمعنى أن الكاظمي ليس هو الحاكم الفعلي، وإلا لما أقدم هؤلاء في وزارتين أمنيتين مهمتين إلى الذهاب إلى المالكي وما حصل في هذا اللقاء. المسألة الثانية في هذا الإطار، هل ما طرحه له أساس؟ طبعا من المفروض أنه هو كوزير دفاع المفروض يعرف الدستور العراقي. هذا إذا كان بين هلالين هناك حكومة تحترم نفسها وتعرف القانون، وهم يقولون نحن دولة القانون وهكذا. طيب، هذا التصريح سواء تصريحه أو تصريح قائد عمليات الأنبار. طيب، لو ذهبنا إلى المادة 15 من الدستور الذين تلطخت أيديهم بالتصويت له بكلمة نعم، يعني هذا جزء منه. في المادة 15 من الدستور يقول في الباب الثاني: لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقا للقانون. يعني بمعنى إذا ثبت أن هذا الإنسان مجرم حقيقة، لا ادعاء من هذا الشخص أو ذاك، لا يمكن تقييد حريته ولا يمكن حرمانه من الحقوق المدنية والفردية. في الباب الثاني في المادة 19 في الفقرة 5 يقول: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة. المادة في نفس المادة 19 الفقرة 8 يقول: العقوبة شخصية. وهذه العقوبة الشخصية في الحقيقة هو بند مشترك بين الشريعة والقانون. ففي الشريعة الإسلامية واستنادا للقاعدة، استنادا للآية الكريمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالعقوبة الشخصية تتعلق بذات الإنسان ولا تتعدى لوالده أو لزوجته أو لابنه أو لأطفاله. طيب دكتور يحيى، ماذا عن توقيت هذا التصريح الذي خرج من وزير الدفاع؟ هو جزء من عملية إعطاء الولاء لهذه الحكومة أولا. ثانيا، هذه التصريحات يجب أن لا نقف عند هذا الحد لما صرحوا به. هناك مشكلة أكبر من هذا التصريح. المشكلة الأولى بأن هؤلاء ضربوا حقوق هؤلاء الناس المدنية وقيدوا حرياتهم. ثانيا، هؤلاء من المفروض لو كانت هناك حكومة تحترم نفسها أن يساق هؤلاء إلى محكمة لأنهم خرقوا الدستور. أولا. ثانيا، يجب إذا كان هناك رئيس جمهورية يحترم نفسه باعتباره ووفق الدستور الذي تلطخت أصابعهم بالتصويت له، يجب أن يقدم هؤلاء إلى المحاكمة لخرقهم هذا الدستور، وباعتبار رئيس الجمهورية كما في الدستور هذا بأنه حامل الدستور. لو كان هناك قضاء عادل، المدعي العام أقام دعوة قضائية على وزير الدفاع وعلى قائد عمليات الأنبار لانتهاكهم المواد الدستورية وتقييدهم حريات الأشخاص وحجرهم في مخيمات. طيب. وسلبهم لحريتهم.
دكتور يحيى سأعود إليك بعد قليل، أنتقل للأستاذ نظير الكندوري عبر سكايب من إسطنبول. أهلا بك من جديد أستاذ نظير. يعني هل تعتقد أن تصريحات جمعة عناد كانت زلة لسان أم أنها خرجت أو أخرجت من سياقها الصحيح وفق بيان وزارة الدفاع؟ أم برأيك تعتقد أن هذا هو المطلوب من سنة العملية السياسية لقاء تشغيلهم وإسناد مناصب شكلية لهم؟ حياكم الله، حيا مشاهدة قناتك الكريمة. حقيقة يعني إذا افترضنا أن هذا الكلام الذي أدلى به وزير الدفاع بتصريحاته أنها كانت زلة لسان، فيعني نخرج بنتيجة أن هذا الرجل فاقد للأهلية وغير صالح لكي يكون بهذا المنصب المهم، رغم أن المنصب بحد ذاته ووفق العملية السياسية هو منصب لا مسؤول وليس له القدرة على الفعل بشيء كبير بالأمور الأمنية. وصلاحيات وزارة الدفاع كلها يعني مقيدة بالقائد العام للقوات المسلحة اللي هو رئيس الوزراء. لكن ما أرى أن هذه التصريحات أظنها لم تكن زلة لسان، إنما هو صك للولاء لمن جلبه لهذا المنصب. أولا اشتركوا يعني في وصول مثل هكذا شخصية نكرة إلى هذا المنصب عدة أطراف، منها أطراف سنية اللي هو أحمد جهوري وغيره، لغرض تسهيل مهام الصفقات التي مليئة فيها وزارة الدفاع بصفقات تجارية للاستفادة منها ماديا من خلال هذا المنصب. أما العامل الآخر الذي أوصل مثل هذه الشخصية لهذا المنصب هي الأطراف الشيعية الموالية لإيران. لذلك مثل هذا التصريح المستهجن والذي يعتبر لو طبق القانون عليه بأنه كلام طائفي يتم محاكمته عليه. لكن لم نرى لا مسؤول بالحكومة انتقد هذه التصريحات، ولا حتى الوسائل الإعلامية التابعة للنظام انتقدت هذه التصريحات. بالمقابل نرى أن الحملة التي قام فيها ليس مسؤول، إنما هم ناشطون على يعني وسائل التواصل. قاموا بحملة في موضوع إثارة موضوع المغيبين والذين لا نعرف مصيرهم. نرى أن هناك تصريحات وعلى أعلى المستويات الحكومية والبرلمانية ينتقدون هذه الحملة ويصفونها بالطائفية. تصور يعني من يطالب بحق المغيبين ومعرفة مصيرهم أصبح طائفي، بينما من يتهم مكون أساسي من مكونات المجتمع العراقي بالإرهاب لا يعتبره كلام طائفي. من هنا ندرك أن هناك توجها يقوم به هذا النظام بوحي من الجارة إيران بين قوسين لتكريس هذه الطائفية. كذلك الطائفية قد كانت أشبه بطوق النجاة لهذا النظام طيلة السنوات السابقة، ونرى أن هذا الطائفية والكلام فيها في السنوات الأخيرة قد قل، وبالنتيجة انعكس على النظام نفسه بحيث بدأ يفقد سيطرته على الحاضنة التي يعتقد أنها موالية له. ذلك هو يريد إثارة الموضوع الطائفي مرة أخرى لتصعيد الشحن الطائفي، وهذا كله ينعكس على قوة للنظام وإطالة عمره سنوات أخرى جديدة لحكم العراق. طيب أستاذ نظير سأعود إليك بعد قليل، أنتقل للصحفي أحمد الجميلي معنا عبر الهاتف من بغداد. أستاذ أحمد، إلقاء مثل هذه التهم على المحافظات المنكوبة وأهلها وأهلها من قبل وزير الدفاع جمعة عناد وقائد عمليات الأنبار، هل يبرئ ساحة الحكومة مما آلت إليه الأوضاع الكارثية في هذه المدن؟ أستاذ أحمد الصوت معك غير واضح، سنعاود الاتصال بك مرة أخرى. إلى حين تأمين الاتصال أعود للدكتور يحيى الطائي. دكتور يحيى، يعني كانت هناك وثيقة صادرة عن رئاسة أركان الجيش في العراق بتاريخ 23 مارس 2020 عن إحالة قائد عمليات محافظة الأنبار ناصر الغنام إلى المحكمة العسكرية بتهم فساد، وحتى الآن طبعا لم يحاسب. أليس الأولى بمن يحكم في العراق أن يحاسب هذه القيادات العسكرية على فسادها
وعدم السماح لها بكيل الاتهامات إلى المدنيين؟ أخي الكريم، هذه المشكلة في العراق. من هو صاحب القرار؟ صاحب القرار هي الميليشيات المسيطرة على الوضع الأمني في هذا البلد. القرار هو ليس قرارا يعني يخص الحكومة ذاتها، وإنما هناك مصادر أخرى هي صاحبة القوة وصاحبة الضغط في هذا الإطار. ناصر الغنام تاريخه معروف، هو ارتكب جرائم ضد الإنسانية في المحافظات كثيرة، وهذا مثبت يعني وموثق. المثل الأكبر أنه هو لماذا يتجرأ؟ يتجرأ لأنه يعلم أنه في دولة ليس فيها قانون حقيقي، وإنما قانون صوري يتحكم به. يعني على سبيل المثال، الطفل الذي يبيع المناديل الورقية في الشارع هذا يحاسب، لكن الذي يسرق الملايين لا يحاسب. الذي يرتكب جرما بسيطا يحاسب، لكن الذي يقتل الآلاف لا يحاسب. يعني على سبيل المثال لا الحصر، بعد انتهاء العمليات في الموصل في عام 2017 إلى الآن لا تزال جثث العشرات من الأبرياء تحت الأنقاض، والروائح تزكم أنوف المرة في هذه المناطق. ماذا فعلت الحكومة لهؤلاء؟ إلى الآن المغيبين في هذه المحافظات، يعني عندنا في الموصل فقط 15,000 إنسان مغيب، عندنا في صلاح الدين 4,000، في الأنبار 6,000. طيب أين القانون؟ أين الدولة؟ أين حقوق الإنسان الذي يتكلم؟ أين القانون نفسه؟ يعني هم في الدستور يقولون الحجز، وأي إنسان يتهم يجب أن يخضع للتحقيق خلال 24 ساعة، وبعد ذلك يجب أن يصدر قرارا به. طيب ماذا فعلوا؟ إذا أنت لست في دولة يعني حقيقية، وإنما أنت في منظومة ميليشيات هي تتحكم بالمشهد الأمني والسياسي وتتحكم في كل شيء. لا قانون، دولة الفوضى، دولة الفساد الذي ينخرها من أكبر مسؤول فيها إلى أصغر مسؤول فيها. طيب سأعود إليك بعد قليل دكتور يحيى. أستاذ نظير، يعني كيف يقول جمعة عناد إن هذه المحافظات المنكوبة هي من كانت تقدم الدعم لتنظيم داعش، وهي واحدة من أكثر من عانت ولا تزال تعاني من ممارسات هذا التنظيم ومن حروب الحكومة بذريعة التصدي للتنظيم ومن بطش الميليشيات من تدمير إلى تهجير وتغييب قسري؟ يعني حتى وإن اتفقنا مع حديث دكتور يحيى أنه هو جزء من منظومة فاسدة ولا يعبر إلا عن هذه الأفكار المتطرفة الطائفية، لكن هل الحقيقة أن تخفى بهذا التصريح أن أهالي هذه المدن هم أكثر المتضررين من كلا الطرفين، من داعش ومن إرهاب الحكومة؟ يعني كلامه مردود عليه بشكل كامل، كون أنه لا يعني يجانب الحقيقة بشدة، كون أن يعني حينما استولت داعش، عصابات داعش على هذه المناطق الشاسعة من المناطق ذات الغالبية السنية، في الأصل كانت بداية هو بسبب التهاون العسكري من القوات الحكومية وانسحابها بدون أي ضوابط، مما سهل الاستيلاء داعش على هذه المناطق. الأمر الآخر الذي يثبت على أن سكان هذه المناطق هم غير قابلين بعصابات داعش ولا ينتمون لها ولا يساعدوها هي الملايين من النازحين الذين خرجوا من تلك المناطق وسكنوا في كردستان وفي مخيمات النزوح الأخرى على يعني أرجاء العراق. هذا يدلل على أن المواطنين لا يبتغون هذه العصابات. والشيء الآخر، المناطق يعني الناس الذين اضطروا للبقاء في بيوتهم ولم تسنح لهم الفرصة للخروج من تلك المناطق بعد احتلالها من قبل داعش، كانوا مضطرين لذلك أن يسكنوا في بيوتهم. والأمر الآخر الذي ربما لا يذكره الإعلام كثيرا، أن الموصل، مدينة الموصل مثلا، وكذلك مدن الأنبار، محافظة الأنبار، شهدت تنظيم مجاميع تقاتل داعش بفن حرب العصابات. يعني كان هناك مقاومة من أهالي تلك المناطق لعصابات داعش قبل أن تأتي الحكومة بحجة أن تحرر هذه المناطق. ولو كانت الحكومة حقيقة بها شيء من الوطنية، بدلا من أن تخرب هذه المدن على رؤوس أهلها، كان من الممكن مساعدة هؤلاء الناس
في حربهم إلى حربهم مع عصابات داعش ويتخلصون منهم بدون أن تهدم كل هذه المدن وينتشر الحطام والخراب فيها. هذه حقيقة يعني تناقض كلام هذا ما يسمى بوزير الدفاع، تناقض مع الحقائق، ويفترض على وسائل الإعلام أن تبرز هذه الحالات التي كانت موجودة في المدن العربية السنية وكيف كانوا أنه يرفضون هذه العصابات، لكن مع من تتكلم؟ هي القوات الحكومية أو الميليشيات التي ترافقها كانت تريد من هذه الفرصة، فرصة يعني استيلاء داعش على هذه المناطق، فرصة ثمينة تحاول من خلالها تهديم هذه المدن وتشتيت أهلها لغايات الجميع عرفها، وهي غايات تحاول أن تحدث فيها التغيير الديمغرافي. وهذا ما نراه حتى الآن. النشاط الجديد الذي يقوم فيه عناصر داعش حاليا في ديالى وجنوب كركوك لا يمكننا أن نستثنيها من هذا المخطط، كون أن تلك المناطق لم تنال حظها الكبير في التهديم والتهجير الذي حدث في المناطق الغربية وشمال العراق. لذلك الآن الدور على هذه المناطق لتعميم الخراب وتهجير أهلها. هذا مخطط حقيقة يحاولون الوصول به إلى تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي وجعله يعني كنسيج جديد موالي لإيران، موالي للميليشيات، موالي لهذه الحكومة الطائفية. هذه حقيقة الأمر، وتصريحات جمع عناد وغيره مثل هذا الغنام ما هي إلا تندرج ضمن هذا المخطط الذي ترسمه لهم إيران. ابقى معنا أستاذ نظير. دكتور يحيى، يعني لماذا لا يتم الحديث عن جرائم وإرهاب الميليشيات بنفس الوقت الذي يتحدث به المسؤولون الأمنيون عن ما يحدث، عن وصفهم لأهالي المحافظات المنكوبة أو المدن المنكوبة بهذه الأوصاف، وأنهم هم الخلايا النائمة أو هم الحواضن للعناصر الإرهابية؟ لماذا لا يتحدثون عن إرهاب الميليشيات؟ جرف الصخر أهلها لم يعودوا إليها منذ سنوات، لم يعودوا إليها منذ سنوات، وغيرها من المدن والمناطق في العراق التي يحارب أهلها ويمنعون من العودة إليها. هل تستثنى الميليشيات التي توجد في العراق من هذه التصريحات من قبل القادة الأمنيين؟ أخي الكريم، لأن هؤلاء القادة الأمنيين لا يستطيعون أن يتكلموا على هذه الميليشيات، بدليل الكل يعرف، وهذا الخبر انتشر يعني حينها عندما قام الغضبان بزيارة إلى جرف الصخر، قامت الميليشيات باعتقاله. إذا كان وزير الداخلية لا يملك أن يحمي نفسه من هذه الميليشيات، فكيف بالمواطن العادي وكيف يعني الضابط العسكري العادي؟ الميليشيات الآن هي التي تتحكم بالمشهد كما قلنا، فبالتالي لا يمكن لأي جهة أن تتكلم على هذه الميليشيات. هي من جاءت بجمع عناد وغيره، هي من جاءت بهذه الحكومة. لو لم تتوافق هذه الميليشيات على وجود هذا العنصر أو ذاك لما تشكلت الحكومة، فبالتالي هي الحكومة أصل تشكيلها وتمت بموافقة الميليشيات. ثم أضيف إلى ما قاله أخي الكريم ضيفك أستاذ نظير، عندما تكلموا عن داعش كذا، بالمحصلة النهائية أو لننظر إلى المشهد بصورة ثانية، من المستفيد من وجود داعش أو من الحرب كله هذه؟ بالنتيجة الميليشيات هي المستفيد الوحيد، ازدادت قوة وتسليحا ومكنة وسيطرت على كل هذه المناطق، غيرت ديموغرافيا، قتلت، سلبت، نهبت، كل هذا فعلته. فبالتالي من أعطاها اليد الطولة؟ من المستفيد من هذا المشهد كله؟ بالتالي عندما كان التحقيق بمسؤولية سقوط هذه المحافظات وقع على 35 شخصية من ضمنها نور المالكي. هل قدم نور المالكي إلى المحاكمة لماذا سقط هذه المحافظات؟ لا، لأنه كان الهدف الأساسي يجب أن تسقط هذه المحافظات حتى تأتي هذه الميليشيات، حتى يأتي ما يسمى بين هلالين جهاد كفائي، حتى يكون هناك منظومة كلها تندفع بهذا الاتجاه، وإيجاد قوة بديلة عن الجيش والشرطة، بل قوة تفوق هؤلاء تكون شبيهة بالحرس الثوري الإيراني. ابقى معنا دكتور يحيى. ينضم إلينا مرة أخرى الأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي من بغداد عبر الهاتف. أهلا بكم من جديد أستاذ أحمد. يعني ما نراه الآن من عمليات، من تصريحات لمسؤولين قيادات أمنية وسياسية في العراق
تكيل التهم جزافة إلى أهالي المحافظات المنكوبة، أهالي المدن المدمرة جراء عملياتهم العسكرية وسياساتهم الفاشلة. أيضا لا نراهم يتحدثون عن المتسببين في استشهاد أكثر من 700 متظاهر في العراق على أيدي نفس القوات التي هم يتحدثون باسمها، إن كانت من وزارة الدفاع أو الداخلية أو حتى الميليشيات التي يتجنبون ذكرها. لماذا؟ نعم بالتأكيد، يعني هذا التصريح كان تصريح صادم للأوساط العراقية وبالتحديد لأهل محافظة الأنبار الذين ما زالوا يعانون من ويلات الحرب وويلات تغييب واختطاف الذين لا يحق مصيرهم حتى الآن. في الوقت الذي كان أهالي هذه المناطق ينتظرون حل هذه المسألة وتحديد مصير أبنائهم، نرى أن طرف مهم من حكومة الكاظم وهو وزير الدفاع يطلق هذه التصريحات الصادمة في وقت يحتاج فيه الوضع العراقي إلى التهدئة وإلى تقديم الحلول للوضع المأساوي الذي يعيشه المواطن العراقي حاليا. اليوم وأنتم قريبون من الحدث، الوضع في البلاد لا يبشر بخير، وخصوصا وضع الاقتصاد في ظل جائحة كورونا، وكذلك الوضع الأمني المتردد باستمرار. هناك سطوة كبيرة للميليشيات والعصابات الخارجة عن القانون، عصابات القطف والاغتيال، وأيضا هنالك حراك شعبي يتعرض في أقصى أنواع القمع الحكومي. كل هذه الملفات تغاضت عنها حكومة الكاظمي وأطرافها وتوجهوا إلى إطلاق هذه التصريحات الغبية في الحقيقة، التي سوف تزيد الطين بلة في هذا الوقت. وإذا أردنا أن نفهم هذه التصريحات فينبغي أن ننظر إلى من المستفيد من إطلاق هذه التصريحات في هذا الوقت بالذات. بالتأكيد المستفيد من هذه التصريحات هي تلك الجهات التي يهمها عودة الوضع الطائفي إلى ما كان عليه في 2006 و2007. هذه الأطراف التي لا تستطيع العيش إلا على أن يكون هنالك حرب واقتتال طائفي من أجل أن يركض مرة أخرى العراقيون لانتخاب زعماء الطائف وانتخاب قادة حرب مرة أخرى، وبالتالي هذه التصريحات تصب مرة أخرى أيضا في مصلحة دعاة إقامة الأقاليم، لأن هذه التصريحات من شأنها إثارة الأحقاد، وهذه الأحقاد سوف تبقى مزروعة في نفوس العراقيين أجيالا بعد أجيال. هذه التصريحات ليست هينة، هذه التصريحات سوف تؤدي إلى نتائج خطيرة، وكما قلنا إلى أن يتحول أستاذ أحمد قبل قليل إلى اقتتال طائفي. نعم، قبل قليل ذكر ضيفاي جملة أثناء حديثهما وهي موضوع لجان التحقيق. لماذا لا يتم عرض نتائج أو التحقيقات التي أجرتها أو من المفترض أن أجرتها لجان التحقيق المعنية بكيفية سقوط الموصل، كيفية دخول داعش إلى العراق، من المسؤولين عن الهزيمة التي تعرضت لها القوات الأمنية التي أنفق عليها مليارات الدولارات ولم تستطع حماية العراق من بضع مئات من عناصر متطرفة؟ أين اللجان التحقيقية وأين نتائج هذه التحقيقات؟ أخي الكريم، يعني أنت كيف تطلب من الجلاد أن ينصفك؟ هذه اللجان أقامتها الأحزاب المشتركة في السلطة، وكما هو معلوم في العراق إذا أردت أن تسوف قضية وإذا أردت أن تغيب ملفا مهما وقضية مهمة فأعلن عن تشكيل لجنة. هذه اللجان تابعة لأحزاب سياسية مشاركة في السلطة. أنت لا تنتظر من محمد الحلبوسي أو من أحمد عبد الله الجبوري أبو مازن وغيره من قيادات الفساد أن يشكل لك لجنة للكشف عن مصير المغيبين، مع العلم أن المغيبون وبالأرقام قد تم تثبيت أن هنالك أكثر من 25,000 مغيب ومجهول المصير كنتيجة من نتائج حرب الثلاث سنوات ضد تنظيم داعش. أين هي اللجان في الكشف عن مصير هؤلاء المغيبون؟
أرى أن تصريح جمع عناد لم يأتي من فراغ، بل هو حقيقة ما يتم تداوله في أوساط تحالف القوى وفي أوساط البرلمان والقيادات السياسية الأخرى، من أنه ينبغي تصفير هذه القضية وتذهيبها إلى الأبد. وهنالك ربما في الأيام القادمة سوف يصدر موقف رسمي من حكومة الكاظمي يقضي بأن هؤلاء المغيبون هم عناصر داعش وقد لقوا حتفهم في المعارك ضد القوات الأمنية العراقية. هذا ما يتم تداوله حاليا في الأوساط السياسية. ابقى معي يا أستاذ أحمد سعود وليك بعد قليل. دكتور يحيى، يعني لماذا لا يناقش هؤلاء المسؤولون العسكريون والأمنيون الحكوميون مرحلة ما بعد داعش التي أعلنوا طي صفحتها ابان حكومة العبادي، وأعلن يوم النصر وهذه الاحتفالية والاستعراض العسكري وكل هذه الأمور، بدل أن يتم اشترار الماضي مرة أخرى وكيل هذه الاتهامات وأن يقوموا بصناعة أمن حقيقي في العراق؟ لأنه في الحقيقة هم لا يريدون أمنا حقيقيا. الأمن الحقيقي هو منظومة، هو ليس شرطي وليس جندي يحمل بندقية ويحمل أمن. الأمن منظومة كاملة تتعلق بمسائل اجتماعية وسياسية واقتصادية. كيف تتحقق منظومة الأمن والمواطن العراقي في هذه المحافظات يشعر بأنه ليس له حق في بلده التي يعيش فيه؟ ليس له الحرية، هو حرم من منزله. يعني ابن جرف الصخر أربع سنوات بعد أن قالوا قمنا بتحرير جرف الصخر وإلى الآن 100,000 شخص لا يعود إلى منزله. طيب هذا وغيره، كيف تكون هناك منظومة أمن وهو لا يشعر بأن هناك دولة حريصة على أمنه واستقراره؟ كيف يشعر بالأمن والأمان وهو يؤخذ ابنه وزوجة هذه المرأة وتلك بذرائع شتى ويغيب دون وجه قانوني أو شرعي؟ فبالتالي هذه الدولة لا تتعامل مع المواطنين على أساس مواطنة، لا أبدا. هي تتعامل على أساس طائفي وطائفي مقيت، ليس يعني فقط. ولو كان هناك قانون أو دستور محترم لما سمح لكل هذه الأحزاب الموجودة في السلطة أن تتحكم بالمشهد الموجود، لكن كما قلنا هي دولة ميليشيات تتحكم بهذا المشهد. ثم الطبقة السياسية الموجودة الآن السياسيون الذين يمثلون هذه المحافظات ماذا فعلوا؟ هم ليس فقط سرقوا حق المواطن إنما سرقوا حتى حق المواطن في التعبير. يعني هو السياسي الذي يمثل هذه المحافظات يذهب إلى تويتر التي هي للمواطن العادي ليعبر عن رأيه ويترك مجلس النواب، رئيس كتلة يكتب في تويتر عن المغيبين وفي مجلس النواب يجلس صامتا كالصنم. لماذا؟ لأنه يدرك بأن هناك صفقات سياسية أصبحت دماء الناس ودماء أبناء هذه المناطق المغيبون هو صفقة سياسية لمكاسب لهؤلاء أساسا الموجودين على دفة الحكم. لو كان أي إنسان منهم من هؤلاء الطبقة السياسية الذين يمثلون هذه المحافظة يحترم نفسه على أقل تقدير لأقام دعوة قضائية على وزير الدفاع وعلى قائد عملة الأنبار لانتهاكهم الدستور والانتهاكهم القانون بهذه التصريحات. من قدم لهم دعوة قضائية؟ من تجرأ أن يتكلم عنهم؟ لا أحد يتجرأ. لماذا؟ لأن دماء هؤلاء هي جزء من صفقة دم مقابل مال حرام لهؤلاء الساسة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير الآن ومن بعده نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة التي نقدمها لكم من قناة الرافدين، والتي نتحدث بها اليوم عن تصريحات وزير الدفاع في حكومة مصطفى الكاظمي جمع عناد وبيان هيئة علماء المسلمين المستنكر لهذه التصريحات له ولقائد عمليات الأنبار كذلك.
نبدأ من في الجزء الثاني أيضا من هذه المتابعة مع الدكتور نظير الكندوري. دكتور نظير، يعني جمعنا في لقاء تلفزيوني سابق عندما كان قائدا لشرطة محافظة صلاح الدين، قال أنا كنت نائما، بالحرف أنا كنت نائما عندما سيطر داعش على تكريت، لماذا على المدنيين أن يتحملوا أخطاء وفشل حكومات وقيادات عسكرية دمرت مدنا بتواطؤها وفسادها وفشلها؟ يعني حقيقة بعد ما الواحد يسمع كلام مثل هذا الرجل والذي يعتبرونه قائد عسكري، يعني يشعر بالحيف أن الجيش العراقي وصل إلى هذه المرحلة بحيث مثل هكذا شخصيات هزيلة هي من تمثل القيادة فيه، وإلا كيف يكون لقائد يتفاجأ بهجوم لعصابات واحتلال مدن كبرى وليس فقط يتفاجأ، إنما هو كان نائم، يعني لا ليس لديه معلومات استخباراتية وليس لديه وهو قائد شرطة المحافظة. دكتور، هو قائد شرطة المحافظة أستاذ نظير، يعني معناته أنه لا يعلم شيء عن المدينة التي هو مسؤول عن حفظ الأمن فيها. هذه حقيقة يعني مرحلة متردية، يعني أين ذهبت القوات الأمنية، أين ذهبت قوات الجيش، أين ذهبت جهد الاستخباراتي؟ هذا دليل على أنهم يعني الفساد وصل إلى حتى إلى هذه الأجهزة، وأنهم غير مستغرقين في حفظ الأمن، إنما مستغرقين في كيف يتم الاستفادة ماديا من مناصبهم، بحيث وصل الأمر والجميع يعرف بأن المناصب في المؤسسات الأمنية يتم بيعها وشرائها. هذا تصريح وزير الداخلية الجديد عندما قال إني سوف أقطع يد من يشتري المناصب، وهو اعتراف صريح جدا من مسؤول كبير برتبة وزير داخلية بأن المناصب الأمنية يتم بيعها وشرائها بالأموال، ولا يتم ممارسة الدور الحقيقي من هذه المناصب وهو حفظ الأمن. الأمر الآخر، أنا فقط أريد يعني لماذا يعني يجعلون على يعني قولتنا العراقيين أنه المناطق الغربية والشمالية حائط صيص ياهل يجي يتكلم عليها، لماذا لا يتم الكلام مثلا على مناطق أخرى؟ نرى نحن في مناطق الجنوب هناك العشائر تتقاتل فيما بينها باستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة بدون أي رادع، ولم نسمع نائب من نواب هذه المنطقة أو سياسي ينتمي إلى مناطق الجنوب من قدح بأهله أو وصفهم بالإرهابيين أو وصفهم بأي وصف من الأوصاف البذيئة التي تجرأ بها جمع عناد. نحن لا نريد أن نميز بين منطقة وكذلك، لكن عندما تتكلم عن الإرهاب تتكلم عنه في كل مناطق العراق، وعندما تمدح منطقة ما أو فعل ما تمدحه في كل المناطق، لماذا هذا التكلم بالطائفية؟ لماذا هذه التمييز بين العراقيين؟ أنا أجد أن يعني هذا الرجل يحاول أو ربما هو ليس من نفسه، إنما تم الإعاز له يعني إذكاء النعرة الطائفية وإذكاء الشحن الطائفي ما بين الشعب الواحد لجعل الفوضى مستمرة في هذا البلد، ولا يجعلون يعني يعيش في حالة من الرخاء والاستقرار. أستاذ أحمد الجميلي، أربط آخر الكلام من أستاذ نظير الكندوري مع بسؤال لحضرتك، يعني موضوع بيان وزارة الدفاع التي بررت به التصريح الذي خرج من وزير الدفاع، وقالت بأنه يعني التصريح هو أخرج من سياقه من على لسان وزير الدفاع، لماذا كل مرة يخرج مسؤول تخرج منه تصريحات قد تكون طائفية، قد تكون عنصرية، قد تكون اعتراف بفساد أو جريمة، ثم بعد ذلك نرى هذه البيانات التي تخرج لمحاولة يعني ترقيع هذه الأخطاء أو زلات اللسان إذا صح التعبير بتصريحاتهم؟ ألا يوجد مسؤول قادر على الخروج بتصريحات معتدلة متزنة يصف الحقيقة الموجودة على الأرض في العراق دون هذه الهجمات الطائفية الغير مبررة والتي لا تستند إلى أي دليل أو إثبات؟ نعم أخي، يعني كما وصفت حالة تصريحات وزير الدفاع جمع عناد بأنها ترقيع، يعني موقف وزارة الدفاع جاء بمثابة ترقيع لتصريحات وزيره جمع عناد. وأيضا هنالك محاولة ترقيع أخرى صدرت من تحالف القوى على لسان رئيسه محمد الحلبوسي الذي حاول
لملمت الموضوع والتغطية على الموضوع، وأيضا بين أيدينا معلومات من أن هنالك اتصالات قام بها محمد الحلبوسي من خلال قيادات حزبه المتواجدين في الأنبار، واتصل ببعض شيوخ عشيرة الدير الكريمة في الرمادي وتحدث معهم حول ضرورة التخفيف من حدة التصريحات ونسيان الموضوع، ومن أن الوزير لم يكن يقصد. وهذه المواقف، موقف تحالف القوى وأيضا موقف وزارة الدفاع، جاء بعد أن لمسوا أن هنالك رفضا شعبيا كبيرا لهذه التصريحات غير المسؤولة. هنالك مواقف في الحقيقة مفرحة صدرت من بداية من شباب ثورة تشرين العظيمة. هنالك بيانات رسمية وتصريحات صدرت عن قيادات في الحراك الشعبي رفضوا هذه التصريحات واعتبروها بمثابة هجوم غير مبرر لمحافظة كريمة قدمت الكثير من أبنائها من أجل العراق. ومحافظة كريمة ما زالت تعاني من ويلات الحروب. وأيضا هنالك مواقف صدرت من شيوخ العشائر وكذلك من فعاليات ثقافية وفعاليات شعبية عديدة ترفض هذه التصريحات وتعتبرها تصريحات غير مسؤولة وبداية غير مبشرة لحكومة الكاظمي التي حاولت سوق الأحزاب تصويرها بأنها ستكون الحكومة المنقذة والتي بيدها العصا السحرية لحل جميع مشاكل العراق. أنتقل للدكتور يحيى الطائي. دكتور، ثمت مفارقة أن اتهامات الإرهاب ودعم قواه كانت تطلق في السابق من قبل الأحزاب الطائفية والميليشيات ضد سكان المحافظات المنكوبة فقط، اليوم انتقلت إلى من يفترض أنهم ممثلي السنة أو ممثلو السنة في العملية السياسية. أليس هذا أمرا لافتا أن نراه أن أهالي هذه أو ممثلي هذه المحافظات هم الذين يستهدفونها بالدرجة الأولى قبل الميليشيات والجهات الطائفية الأخرى؟ في الحقيقة لو نظرنا إلى المشهد السياسي بطريقة يعني واقعية فيكون هذا الأمر ليس مستغرب. لماذا؟ لأن كل الساسة الذين يمثلون هذه المناطق بين هلالين من السنة يعرفون نفسهم جيدا بأنهم مجرد ديكور تكميلي للعملية السياسية، بمعنى وجودهم والعدم واحد، فبالتالي هو غير مؤثر. فعندما يكون هو بهذا الطريقة فماذا يعمل؟ يحاول استمالة الميليشيات وتقديم الولاء والطاعة لها حتى يبقى في منصبه ويبقى في مكانه، لأنه يعلم بأن العملية السياسية اللي ليست صندوق انتخاب وإنما هي عملية مرتبة سلفا، من ترضى عنه هذه الميليشيات سيصعد ومن لا ترضى عنه سيشطب. وهناك أمثلة كثيرة، يعني مثلا وزير النقل السابق، وهذا في تصريح يعني معروف في مشاوراته مع وزير النقل الإيراني، قال له إذا أردت ربط السكك ماذا ستعطيني للعراق بدلا عنه؟ قال سأجعلك تبقى وزيرا لمرحلة أخرى. بمعنى أنه الموجودين الآن من هؤلاء الساسة محمد الحلبوسي وغيره مجرد ديكور سياسي، ديكور هزيل، ليس ديكورا حقيقة وإنما ديكورا هزيلا كرتونيا، يعلم وضعه حقيقة وعليه أن يطيع الميليشيات لأن هي من جاءت به إلى هذا الكرسي، فيجب أن يقدم لها الولاء حتى ولا على سبيل دماء أهله وشرف أهله وعلى كرامة أهله. كل هذه الأمور ضربوها عرض الحائط من أجل هذا الكرسي الزائل، دماء أبنائهم أصبح مجرد صفقة لكرسي بائس. بئس الممثل وبئس الساسة هؤلاء. أنا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور يحيى الطائي، مساعد الأمين العام للشؤون العامة في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا في هذه المتابعة. فيما تبقى من وقت في سؤالي لك أستاذ أحمد الجميلي، يعني هل الإرهاب هو داعش فقط؟ ماذا عن إرهاب الميليشيات؟ ماذا عن إرهاب فرق الموت التي تثير الذعر وترهب المجتمع وتقوم بعمليات خطف وتغييب واعتقال واغتيال بمختلف المحافظات العراقية ليس فقط المناطق المنكوبة؟ نعم بالتأكيد، يعني هذا السؤال منطقي يوجه إلى حكومة الكاظمي ككل وكذلك لوزير الدفاع باعتباره مسؤول عن أهم وزارة أمنية موجودة في العراق حاليا وهي وزارة الدفاع.
اليوم وزير الدفاع مطالب بالكشف عن من هي الميليشيات التي قتلت أكثر من 700 شاب عراقي وفي وضح النهار في بغداد وفي المحافظات الجنوبية والوسط. أيضا وزير الدفاع مطالب بالكشف عن من هي تلك المجاميع الغامضة التي ظهرت فجأة وبدأت تنفذ عمليات إرهابية منسقة وبشكل واسع بداية من ديالى إلى أن تصل إلى كركوك وإلى الأنبار. هل يعقل أن تنظيم داعش ما زال يمتلك هذه القوة؟ بالتأكيد لا، الجواب لا، لكن نحن نرى أن هذه المجاميع هي مجاميع ميليشياوية تهدف إلى استمرار إلى بقاء سيطرتها في هذه المناطق من خلال إثارة المشاكل وإثارة توتير الملف الأمني في هذه المناطق من أجل إدامة تواجدهم في هذه المناطق، لأنها أصبحت مناطق تدر عليهم الأموال الطائلة من خلال المزارع التي تم مصادرتها، وكذلك من خلال السيطرة على بعض المفاصل الاقتصادية في هذه المناطق مثل المصافي وكذلك نقاط التفتيش وكذلك أحواض الأسماك وغيرها من المصالح الاقتصادية التي تم مصادرتها من أهلها الأصليين، وأصبحت تدر الأموال على الميليشيات. كل هذه الملفات مطالب بأن يجيب عليها جمعة عناد ومن يقف خلفه من قيادات الكتل والأحزاب السياسية التي أتت به إلى هذه المنصب، وأي محاولة للالتفاف على هذه المطالب وعلى هذه التساؤلات إنما الهدف منها هو تسويف هذه القضايا وتغييبها وإدامة تغييب المغيبين وإطالة معاناة ذويهم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد الجميل الصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. أستاذ نظير الكندوري، يعني برأيك إلى أي حد ستساهم تصريحات جمعة عناد وقائد عمليات الأنبار المحرضة على سكان المحافظات المنكوبة في الحيلولة دون إعادة مهجري هذه المحافظات إلى مدنهم بحجة الإرهاب وداعش؟ الحقيقة أن هذه التصريحات وتصريحات هذا الغنام من بعده، ولربما ستصدر تصريحات أخرى في هذا يعني المجال وفي هذا النفس الطائفي، ولربما سيكون لها تأثير فعلي على يعني أهالي تلك المناطق، إلا إذا قام الناشطون وكذلك من يهتم بالشأن السياسي بإبداء امتعاضه واعتراضه على هذه التصريحات وأن لا يتم السكوت. الحقيقة يعني السكوت على مثل هذه التصريحات هو إقرار بأن المكون العربي السني هو عبارة عن تنظيم داعش أو إرهابيين. السكوت عن هذه التصريحات خطير جدا، ويجب استنكار هذه التصريحات والعمل على عكسها. الحقيقة يعني الموقف الذي قام به يعني المتظاهرون من إخراج بيانات تدلل على أن الاعتزاز بأهالي الغربية وشمال العراق والمكون العربي السني مدعاة للفخر ودليل على أن هؤلاء قد تساموا على موضوع الطائفية، ونحن بنفس الوقت الآن الذي يعني ندافع الآن عن أهلنا في الغربية ونرفض هذه التصريحات الطائفية، كنا قبل قليل يعني قبل بضعة أيام ندافع بشدة عن المتظاهرين في المدن الجنوب والذين هم في جلهم من المكون العربي الشيعي. نحن لا نميز بين طوائف العراق ونحاول أن ننصر القضية العراقية بكل أطياف المجتمع العراقي، إنما الطائفية هي من تعشعش في عقول هؤلاء السياسيين وهؤلاء المرتزقة ما يسمون بالأجهزة الأمنية. طيب في سؤال الأخير لك أستاذ نظير، جمعة عناد قال بأنه من يتواجد في العراق من عناصر داعش بحدود 1000 إلى 2000 مقاتل، وهو يقول بأنه نحن نعلم أين هم ونحن نعلم أين الأماكن التي يتواجدون فيها، لكن في المقابل لديه أكثر من 50,000 مقاتل ضمن ميليشيات الحشد، هذه المجاميع التي وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها لا تقل إجراما عن إرهاب داعش وجرائم داعش التي ارتكبت. أين وزير الدفاع من هذه العناصر التي تصول وتجول، بل يصل الأمر إلى التقاء رئيس الوزراء بهم وهو القائد العام للقوات المسلحة؟
يعني الحقيقة كما تعلم حبل الكذب قصير، يعني هل نحتاج إلى هذه المئات الآلاف من الميليشيات وما يعادلها وأكثر من الأجهزة الأمنية وقوات الجيش لمقاتلة مجرد 2000 عنصر إرهابي من تنظيمات داعش؟ هذا الأمر غير معقول، إنما هي ذريعة لبقاء هذه الميليشيات دون حلها، وذريعة لكي تكون متنفذة في مؤسسات الدولة. لكن يعني ما أرى أن هذا الرجل يحاول أن يكذب ويقع في خطأ، يعني الكذب أنه كذبه ليس متسلسل، وإلا يعني ما يعني الداعي لشن مثل هذه الحملات؟ يعني البارحة تم شن حملة عسكرية جديدة جنوب كركوك وبقيادة يعني مصطفى الكاظمي، ومصطفى الكاظمي نفسه يذهب إلى ميليشيات الحشد ويحييها ويثني عليها ويصفهم بأنهم أنتم منا، يعني معنى أنه أنت تصف نفسك بإرهابي، لأن هذه الميليشيات اقترفت عمليات إرهابية. لكن يعني كما يقول المثل العربي، إن لم تستحي فافعل ما شئت. هم هكذا قد يعني مسحوا الغيرة من جباههم وبدأوا يتصرفون وكأنهم يعني ميليشياويين. وقد صدق من وصف هذه الحكومة والتي سبقتها بأنها حكومة ميليشيات، هذه الحكومة التي نحن فيها في مصطفى الكاظم ومن قبلها عادل عبد المهدي، ما هي إلا حكومة بإدارة ميليشياوية. الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب من مدينة اسطنبول التركية، شكرا جزيلا لك. ونكرر الشكر للدكتور يحيى الطائي مساعد الأمين العام للشؤون العامة في هيئة علماء المسلمين، كان معنا عبر الهاتف، وكذلك الصحفي العراقي أحمد الجميلي كان معنا عبر الهاتف أيضا من بغداد. في هذه المتابعة الخاصة التي قدمناها لكم مشاهدينا الكرام، والتي تحدثنا بها عن تصريح وزير الدفاع في حكومة مصطفى الكاظمي وقائد عمليات الأنبار بخصوص المناطق المنكوبة وأهاليها ووصفهم لها بأوصاف بعيدة كل البعد عن الحقيقة وبدون إثباتات بأنهم هم الخلايا النائمة وهم الحواضن لتنظيمات متطرفة إرهابية. كان هذا أيضا في بيان استنكرته هيئة علماء المسلمين، استنكرت في هذا البيان هذا التصريح لهاتين القيادتين العسكريتين، واعتبرتها غير مسؤولة. وأيضا كان معنا الدكتور يحيى أوصل لنا بشكل مفصل بيان هيئة علماء المسلمين ووجهة نظرها، وكذلك وجهة نظر التحليل السياسي العراقي بشكل عام لهذه التصريحات الغير بناءة والتي تبنى فقط على أسس طائفية وعنصرية. نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في متابعات خاصة أخرى. إلى اللقاء.